السمك كل الشحيح خفيف، فالاسعار صايره مرتفعه، ما في صيد، والجو متقلب، هويات تعت 5 أيام هواء 6 أيام هواء، فالبحار ما يقدر يدش البحر، فإذا يركد البحر البحار يدش، فإذا متواجد السمك بيكون أسعار ماله معتدلة. يعني الصافي اليوم مو موجود، الصافي كلش مو موجود، صار له تقريبا 6-7 أيام مختفي من السوق بسبب الجو. الشعري بعد كل الخارجي الموجود، السمك البحريني بشكل عام خفيف كلش، عندك بس الهامور البحريني نزل اليوم 6 دينار الكيلو، والجنم البحريني شيء بسيط على 3 دنانير، والشعري شيء بسيط على 3 دنانير، هذا الموجود. أكل عندك تقدر تشيك المحلات كلها مبندة المحلات ما في.